السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وفي احسن حال. النهاردة ان شاء الله هفتح معاكم الفسيخ اللي عملناه مع بعض، وكمان السردين بالمرة. هفتحه دلوقتي معاكم. عايزة اقولكم السردين بقاله بالظبط 12 يوم، سوري الفسيخ بقاله 12 يوم، والسردين انا عاملاه اللهم صل على النبي يوم الاثنين تلات واربع وخميس، والنهارده الجمعه انا بفتحه اهو 4 ايام بس، وان شاء الله هيبقى زي الفل. هنبتدي دلوقتي، هفتح معاكم الاول. خلي ده كده نفتح الفسيخ الاول. طبعا احنا حاطينه في اكياس كتير زي ما احنا شفنا مع بعض في الفيديو. ملوش ريحه نفاذه ولا اي حاجه خالص، علشان الفلفل الاسود الحصى اللي حطيناه فيه اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. اجيب المقص، اجيب سكينه بقى. يلا لازم نلفه كده زي ما انا قلتلكو. هجيب بس مقص، جبت المقص اهو، هفتح بقى اهو. بصوا لفاف قد ايه، انا مش راضيه بس اقفل الفيديو لغايه ما تشوفوه. دي الفسيخية، دي واحدة فلفل. بصوا بصوا عامل ازاي، ما شاء الله زي الزبدة، شايفين اهو. هفتح التانية بنفس الطريقة واشيل الاكياس دي بقى، ونشوفه من جوه شكله ايه. شكلهم بعد ما فكتهم من الاكياس، بصوا بجد والله العظيم تحفة، حاجة من الاخر. هنبتدي بقى ننضفهم عشان اوريكم برضو من جوه. هقطع كده الراس، تمام، وبالمقص بقى، وهشيل الحاجات اللي في اللي فيه دي. وهجيب معلقة وهبتدي ان انا اعمل القشور اللي بتبقى على السمكة دي. بصوا بتطلع معانا بقى بكل سهولة، عشان خلاص السمكة مستوية وزي الفل اهي. انا بس ايه عايزة اوريكو اهو، بصوا طلعت في المعلقة ازاي. لو عملتيها بالسكينة هتلاقيها اتبعترت كده ايه حواليكي وبهدلت الدنيا خالص اهو. هفتح بقى كده من جوه. بجد يا جماعة السمكية دايبة وزي الفل، بصوا تجنن اهي. هشيل بقى كل اللي جواها ده اهي. بجد بصوا الجمال، بصوا بصوا اللحم دايب ازاي، والله العظيم فظيع. هفتح كمان التانية بنفس الطريقة
المهم يا حبايبي، بعد ما خلاص شلت الشوكة الطويلة اللي في النص وكمان شلت الحاجات اللي حواليه، خلاص كده بقى معايا متنضف وجاهز، تقدروا بقى تحتفظوا بيه في علبة كده في التلاجة، بجد تحفة وأضمن من بره مليون مرة. وكمان اللحم بتاعه دايب وجميل قوي، بصوا بصوا اللحم عامل ازاي، بيطلع معاكي بالمعلقة بكل سهولة. كمان تقدروا تخلوه كده بالمعلقة كله وتطلعوا كل اللحم بالطريقة دي وتحطوه في العلبة برضو في التلاجة او في الفريزر، ما يجرالوش اي حاجة. جربوه على طريقتي وان شاء الله هيعجبكم جدا جدا، وقولوا لي عملتوه ورأيكم فيه ايه. هنزل لكم السردين في فيديو لوحده عشان ما اطولش عليكم. يا رب حبايبي الفيديو يكون عجبكم، واعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب لو اول مره تشوفوا القناه، وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد اول باول. اشوفكم حبايبي الفيديو الجاي، سلام عليكم.